اهو انا كده بقى نظمت الحاجات لماما علشان هي تعبانه. يا ذات الرداء الاحمر يا ليلى. نعم يا ماما، نعم يا ماما، جايلك. بصي يا ليلى، خدي السلة دي وديها لجدتك التعبانة عشان جدتك تعبانة ومش هتقدر تجيبنا الأسبوع ده. يا ماما هروح له. يلا تفضلي، والسلة دي فيها بسكوت كده وحبة لبن دافي عشان جدتك تشرب. ماشي. وروحي من الطريق الطويل، بس الطريق اللي فيه نور، ما تروحيش من طريق الغابة المظلم. ماشي. يلا مع السلامة يا ليلى. مع السلامة يا ماما. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة. صحيح يا ليلى. نعم. اوعي تكلمي اي حد غريب، لو حد وقفك قولي له انا مستعجله مش هينفع، وما تتكلميش مع حد، امشي بسرعه. ماشي. يلا يا حبيبتي مع السلامه. مع السلامه. بيخشصي يخشصي لا 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 يخشصي يخشصي لا 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 يا لا لا ما الذي يخشصي. الله في برود هناك، هروح اخدها. اهلا يا زيت الرداء الاحمر. ايه ده، هو ده، هو انت مين؟ انا الذئب. انت جاي تعمل لي ايه؟ ده انا طيب جدا ومش هعمل لك حاجه. طب هتعمل ايه يعني؟ حتى اثبت لك. انت رايحه فين بس الاول؟ انا رايحه عند جدتي. وجدتك دي ساكنه فين؟ ساكنه في الشارع البلوط. طب انت معاكي ايه في السله دي؟ هنا بسكوت وحليب لجدتي. انت رايحه لها بالحاجات دي بس؟ طب ايه رايك تلبسي الورد ده؟ ايه رايك؟ وهناك في ورد وراكي بقى جميل جدا، تروح تاخديه وتوريه لجدتك، جدتك هتبقى فرحانه اكتر. ماشي. يلا روحي. ماشي. انا ماشي يا ليلى، خلي بالك من نفسك. باي باي. انا بقى هروح لجدتي. ده طالع الذئب طيب قوي، اما اروح عند جدتي بقى. الذي يخشزي لا 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 لا. اهم شجرة البلاط اللي ذات الرداء الاحمر قالت لي عليك، بتجد هنا اهو قريب. يا ليلى، انا بعمل لها شلق جميل جدا يليق عليها. حبيبتي ليلى زمنها جاية دلوقتي. مين؟ ليلى؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا مش ليلى. انت مين؟ انت مين؟ اطلع برا، اطلع برا، احسن اطلب البوليس. اطلع. خفت انا يعني؟ اعمل ايه، اعمل ايه؟ انا دلوقتي هستخبى في الدولاب، هستخبى في الدولاب. افتحي الباب يا عجوز، ما افتحي. انا مش فاتحه حاجه. اطلع من البيت دلوقتي، احسن هطلب لك البوليس. مش هطلع غير لما اشبع وبطني تهدى. بطنك؟ يا لهوي يا لهوي. يا لهوي، شكل ليلى جت. انا هلبس اي حاجه من حاجات الجده، المهم البس اي حاجه علشان ليلى ما تعرفنيش. انا هلبس بسرعه، اكيد ريحتها. هلا انا جيت وجبت التيتا الورود. الله، الباب مفتوح. يلا يا تيتا. يا تيتا يا تيتا. اهلا اهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه ده، هو صوتك كده عامله ازاي؟ معلش عشان انا تعبانه قوي يا حبيبتي. طب خدي الحاجات اهي. يا جدتي يا جدتي. نعم يا حبيبتي. عايزة اسألك سؤال. اتفضلي يا حبيبتي، ده يشرفني. هي ليه منخيرك كبيرة؟ علشان اشم ريحتك الحلوة اللي زيك. طب ليه عينيكي كبيرة؟ علشان اشوفك كويس يا حبيبتي. طب ليه ايدك كبيرة؟ علشان اعمل لك الشال الجميل اللي زي اللي انت لابساه. طب ليه بقك كبير؟ علشان تشوفيني وانا باكلك. تعالي هنا انت وهي. انا مش هقدر لما اكلك.
يا ليلى يا ليلى تعالي بسرعة حبيبتي، تعالي خشي جوه الدولاب بسرعة. افتحوا الدولاب ده، انا مش هقعد غير لما بطني تهدى. افتحوا بقول لكم، ان ما فتحتوش هكسره فوق دماغكم. افتحوا. امشي من هنا، انا هطلب البوليس دلوقتي. هخافي على انا، افتحي بقول. لا تعالي هنا انت وهي. لا امسك الدولاب. حلو يا لهوي بقى، هاكلكم غصب عنكم. طيب امسكي حيلك امسكي. افتحوا بقول لكم، افتحوا. انا عايزه اكل. هو ايه ده؟ هو صوت بيت الجده فيه صوت كده ليه؟ افتحوا. اما اخش اشوف فيه ايه. ايه ده؟ ازاي بالله انا عماله ادور عليك انت هنا؟ انت عايز مني انت؟ يا لهوي سيبني بقى، انا عايز اكل. ساعدنا ساعدنا بالله عليك. حاضر، انتوا فين اصلا؟ احنا مستخبيين في الدولاب. طب خليكوا عبال ما اخلص على الزئب ده. خد خد. حرام عليك. انا بدور عليك بقى لي ياما اصلا. خلاص اهو خد خد. اطلعي يا جده، اطلعي يا ليلى. اخيرا اخيرا نت. شكرا، انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابني. انا اديتك راسي اهو. شكرا يا ليلى، انت جايبه لي كل الحاجات دي يا ليلى. جايبه لك ورده. تسلمي يا ليلى حبيبتي، الله ريحتها جميله جدا. الله تعالى، انت لازم نشكرك، لازم تاكل من الحاجات الحلوه اللي ليلى جايبها لنا دي. شكرا شكرا جدا. طب ايه رايكم نتغدى كلنا مع بعض النهارده؟ ماشي. وماما وبعد كده راح نروح اخدك واروحك عند مامتك بقى على كده العصر. احسن تمشي في الغابه تاني لوحدها. ماشي ماشي. يلا ناكل وبعد كده نروح لمامتك يا ليلى. ماشي. يلا يلا يا حبايبي يلا. سلامة. مع السلامه يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك، هبقى اتصل بيكي وانت عند ماما اطمن عليكي. ماشي. واشكريها على الحاجات الحلوه اللي بعتتها. ماشي. خلي بالك عليها يا صياد. حاضر حاضر. يلا يا ليلى. يلا. ليلى اتاخرت قوي، هي كل ده فين؟ يا رب تكون هي. يا رب. ايه ده ليلى، كنت فين كل ده؟ انا مش في الـ في الـ في الغابه اللي غلط. يا نهار مش فايت. طب ايه اللي حصل لك؟ بص ايه ده، هو الصيد بيجيبك ليه؟ عشان كان بيموت الذئب. ايوه يا استاذه، طلع لها ذئب وعند جدتها وكان هياكلها هي وجدتها، بس الحمد لله لحقتهم في اخر لحظه. طيب شكرا جدا شكرا، وما تنزلهاش لوحدها تاني. انا ماشي، يلا مع السلامه. بس يا ليلى. نعم. بص يا ليلى يا حبيبتي، تاني مره يا ليلى ما تمشيش مع حد غريب ولا تتكلمي مع اي حد، وامشي من الطريق اللي انا قلت لك عليه. ماشي. وبس كده يا اصحابنا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيلم وتعلموا ان انتوا ما تقفوش مع اي حد غريب، واسمعوا كلام مامتكم وباباكم في الطريق اللي يقولوا لكم شو معايا فيه. وبس كده، باي.